واضح. احنا تو باش نمشيو نعملوا قراءه تعطيوني رايكم فيها من بعد اهم الاحداث اللي صارت في تونس بعد الثوره، اما بطريقه رحمه كمون كما عملت لكم الجمعه اللي فاتت ترتيب افضل السياسيين في تونس. الجمعه هذه حابه تعمل قراءه لتطورات الاحداث من الثوره لليوم. شوفوا ايش حضرت لنا رحمه، تفضلوا. هكا بدات الحكايه، شعب فد من القمع والاستبداد، خرج للشارع رجال ونساء وقال ديجاج. فرح بالحرية وطالب بالشغل والكرامة الوطنية. وجات الانتخابات وفي الحبر الأزرق غطسنا هك السويبعات. تحالفت الأحزاب وتقسمت الكراسي وتكون المجلس الوطني التأسيسي. ومن غادي بدات حكاية أم السيسي. وعلى مدة عام كامل شفنا كل شيء، الجدية في العمل، الانسجام والاحترام، احسب على روحك، احسب على روحك، ما الأفراح والمسرات. عندنا سيد الرئيس نائبتان تزوجتا هذا الأسبوع. زادني بي وأفراح نبي صلى الله عليه. روح الدعابة. قالوا زميلي ديليو فيما يخص العفو. سي سمير ما تاخذش عليه، رجع من واشنطن هذاك. أيوة. من غير ما ننساو اقوى المداخلات واش سمعنا من خطابات. كما يقول الشاعر من الزنجي والافرنجي والقفجاقي والصقلابي. وخاصة الشفافية في التصويت. هذا كان بحسن نية وهي معناها سهو على النظام الداخلي. نعم يا اختي. والحق فضل برشا نواب عرفنا اخيرا علاش عملنا ثورة والتونسي شنو يحب. يحب يدوش، يحب يصيح، يحب يعرس. إعادة فاش قام المجلس يملى ويفرغ كيما كان، كيما شاكل شعبنا الكل، تحلت وجونا مزيان. ابدا من سياسة التشغيل اللي وزيرنا عنده فيها ما يقول. التشغيل فيما قبل كان لا يعالج بطريقة جذرية ولا بطريقة صحيحة. وهذاك علاش لقى لنا الحل. عندنا صابة زيتون يجب التجند لها حتى نشني ثمارها، لأن صابة زيتون استثنائية. أما لا يا شباب تونس، فاش تستناو؟ حضروا ماتريال الخدمة وهلموا للعمل. كله الكارثة. والعقبة الجني تمر والبرقدان، وعلاش ليه؟ النحيو الهندي من ظلف. أما تنسيون. وباش نعطيو لكل واحد حقه، فما مواطن تونسي حكي باسمنا الكل، ومن غير تفويض، قضايا، والأهم من هذا الكل، إنه ربحهم الكل. للي أنفان. الشعب الكل قال كلمة واحدة. فاشل. حاسيلو كان عند ليبيا رحمه حي، راهو هديلو هذا النغم. يا عيوني. أما أقوى حكاية نجم تسمعها في بلاد قامت فيها ثورة هي هذه. فليكون في علم الجميع، ما عادش عندنا ديكاش. الوالي هذا مش باش يخرج، نخرج أنا قبله إن شاء الله. اللهم خرب بيتنا أحلى شيء. صحيح تعدى على الوضع أكثر من عام، أما كما يقولوا ناس بكري ما يدوم حال.